بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنشوف لعبة أو برنامج أو تطبيق اسمه تينكر بلاي. الفكرة بتاعته زي ما انت شايف ان انا بيبقى عندي كذا شكل، فبتختار اي شكل اللي انت عايز تبدأ تكونه، وليكن مثلا الشكل اللي دوت، فبيبدأ يقولك جمع الأجزاء بتاعة الإنسان الآلي دوت أو الروبوت دوت. فبتبدأ تبص تقول مثلا دوت، فبتسحب وتحط في مكانه شكل دوت، وكل ما تكون جزء بيبدأ يظهر لك الجزء الباقي. تمام تمام أول ما تقرب منها بيبدأ يديك علامة تجاذب. طب لو حطيت حاجة في الهوا، تفضل في الهوا لحد ما انت تشوف أقرب مكان ليها فين بالشكل دوت. انت بقى بتبدأ تشوف انهي قطعة اللي قريبة بالشكل دوت. انا بحب الالعاب ديت. انت بقى تشوف كل شكل ايه الحاجة القريبة منه.